تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج مستمعينا نفتح آفاق التواصل معكم لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فوقتا ممتعا نتمناه لكم مع هذه الساعة الإذاعية الصحية التي نتمنى نصل بها معكم وإياكم إلى نمط الحياة الصحي المرجو اللي دائما ما نسعى له. عموما نرحب بفريق البرنامج معنا اليوم في التنسيق ميرا الخفلي، صبحت الله بالخير، في الإعداد نور نزال، وأيضا في الإخراج المبدع دائما وأبدا أيمن سرحيد. هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي. وأيضا تنضم لنا بعد الإجازة الطويلة دكتورة ندى الملا، صبحت الله بالخير دكتورة، وحاطة وردة بنفسجية ما شاء الله اليوم وقلم جزرة. يا صباح الورد يا صباح الجمال. احنا سمعنا عن العصا والجزرة، الوردة والجزرة هذه أول مرة نسمع عنها، عشان يكون ألوان يعني منعشة ما بعد الإجازة. صبح عليكم الخير في اليوم الجميل، وأذكركم أول شيء برقم التواصل معنا على 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. طيب في عندنا سؤال مسابقة اليوم؟ أفا خلصت المسابقات والله. معلي محمود إن شاء الله بيحط من جيبه إن شاء الله على الشهر الجاي ونعطيكم مسابقات شيء عشان تتونسون. يقول للمستمعين حبوا المسابقات فهو زي ما ندير واحدة من بناياتك كذا. لو على شارع زايد تبول في المارينا. عموما يعني نبغي إن شاء الله نخبركم ببعض المواضيع اللي إن شاء الله تكون فيها دراسات جميلة وفيها الفائدة. يقول لك الحين شو والله بيفكنا من أيمن سرحيل ناش باللي في ذني تكلمني أنا ما تكلمها هي. المهم سماع صوت الأم قد يساعد على نوم المواليد في وحدة العناية المركزة. هذه الدراسة تقول أن سماع تسجيل لصوت الأم ممكن أن يساعد على نوم المواليد الحديثي الدراسة أثناء حديثي الدراسة حديثي الولادة أثناء وجودهم في وحدة العناية المركزة. الحين شفت أنت شو قاعد تشوش علي، عرفت كيف؟ عموما تعتبر وحدة العناية المركزة بيئة مزعجة، بيئة مزعجة يمكن أن تؤثر على أنماط نوم المواليد حديثي الولادة، وهذه الدراسات جاءت لتعرض صوت الأمهات على الأطفال لتعديل هذا التأثير، وتشير النتائج إلى أن الأطفال حديثي الولادة في وحدة العناية كانوا أقل عرضة للاستيقاظ من الضوضاء عند تسجيل صوت والدتهم وتشغيله. ووجدت الدراسة أيضا أن أطفال حديثي الولادة الذين ولدوا بعد 35 أسبوع أظهروا أنماط من النوم والاستيقاظ يبدو أنها تستجيب بشكل متزايد مع التقدم بالعمر، مع تقدم العمر إلى التعرض الصوتي المسجل للأم. ولكن لم يتم العثور على ارتباطات مماثلة للرضع الذين ولدوا قبل 35 أسبوع. وذكرت الباحثة الدكتورة رينيه شلهاس وهيث اسمها وهيث يمكن ولا المهم هي أستاذ مشارك في طب الأطفال في قسم طب الأعصاب في جامعة ميشيغان، ذكرت أنه يمكن للضوضاء العالية بشكل ملحوظ في وحدة العناية أن تؤثر على أنماط نوم المواليد، لكن التعرض لصوت الأم يؤدي إلى عزل المرضى عن بعض التأثير لهذه الضوضاء التي لا يمكن تجنبها. يعني تخيلي عناية مركزة فيها مجموعة من الأطفال، إنزين، وكل طفل يعني يصيح
اكيد بيصيح لانه في العنايه المركزه يعني هو محتاج يعني في عنده مشكله. وصوت الاجهزه بيصيح. محمود بعد صوت الاجهزه هي صوت الجهاز روحه اصلا يوتر الواحد. فصوت الام مهدئ يعتبر للطفل في العنايه المركزه فينام افضل بالتالي ينمو افضل بالتالي يعني يخرج من العنايه المركزه افضل تكون صحته بشكل عام افضل. ومحمود في وايد دراسات تشجع الامهات وهي حامل انها تتكلم للطفل تتكلم يعني تقول له مثلا عن يومها تقرا له قصص تغني له اغاني اناشيد تقرا له قران لان الطفل يسمع اقرب صوت لا يكون صوت امه لانه مو بس عن طريق الصوت يطلع من الفم ولكن الذبذبات اللي توصل للطفل مع صوت الام يعطيه احساس مهدئ اكثر وهذا وايد جربناه مع الامهات لما يكون الطفل في طفل يكون احيانا منزعج في بطن امه مثلا يرفس وايد او شيء لما الام تبدا تكلمه تلاقونه يهدى وهو في بطن الام فدور صوت الامهات دائما مهدئ للطفل. سبحان الله انا بعد يعني من فتره هسه اشوف فيديو لطفل من اطفال الخدج يعني كان ما يسمع حطوا له سماعه يعني كان يصيح سبحان الله من ركبوا له السماعه وبدت الام تكلمه تغير مزاجه وقام يضحك ومبتسم وهادي ف سبحان الله الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق بالضبط وما في مثل صوت وين أمهات قبل بس ها هي شو كانوا يسوون يعني الاهتمام بالطفل الاهتمام بكل التفاصيل الخاصة بالطفل اللي أهل اليومين عطوه آيباد ولا عطوه لوح الكتروني ذكي عشان يسكت ها ممكن دافعي لا انا ما يعني ما بقول هذا مو حقيقه موجوده هي حقيقه موجوده للاسف يعني واقع نعيشه واقع نعيشه دراسات تقول الامراض وال يعني العاهات النفسيه والجسديه اللي تصيب الاطفال في هذه الايام كلها اسبابها نمط الحياه الغير صحي اللي يعانون منه الاطفال يعني عيالكم مسؤوليه يا جماعه الخير واحد ما يبي عيال ويعقم شو اسمه قدام الأجهزة اللوحية ما يستوي يعني هذه تأثيرات كبيرة على المخ على الأعصاب على الرقبة على الإيد على السمنة على وايد أمور يعني فيها فهذه مسؤولية أولياء الأمور يعني الواحد ما يستسهل المسألة وخلاص أنه بعطيه أنا هذا الآيباد ونشوفهم لا في المطاعم في المولات في كل مكان قاعدين ومخلينا العيال شي زين خلينا بس ناخذ مداخله من عليا عليا صبحك الله بالخير صباح الورد يا عليا صباح النور حبيبتي والسرور وكل عام وانتم طيبين وانت بصحه وسلامه تفضلي امين والله وجهه نظري انا الام لو شو اقول عن الام نفس ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الجنه تحت اقدام الامهات وعندي بعد شيء ثاني يعني ان الناس في يعني ما أروم أتعمم على كل الناس يعني أعمم على كل الناس يعني أقول يا أم يا أمي أنت يعني دعوة من دعوة تدخلني الجنة فكيف الناس اللي يعني مثلا إذا غلطتي في الحياة أو أنك يبتي طفل وكنتي مش مجبورة أنك تربين هالطفل بالغلط حاول أنك تعرفين أن هذا الطفل مش يعني إذا أنا أنفضى يعني يقول لك إذا أكون لي غلطة في الدنيا ولا يكون لي غلطة أمام الناس ربي طفلك لأن جد أنا ما أقول غير إنه في ناس ياما ناس مفرورين كأمامات الزبالة تقولين إن هذا غلطة الواحد يواجهه بغلطة بكل صمت لأن في ناس يلقون يتمنون الولد يساوون وعلاجات ويعني الحمد لله الحين الخير موجود ونحن مسوين لهذا المستشفى حق التخصيب ان الواحد لو حتى لو كافحين والدعوة ان شاء الله اي محروم يلقى لاني انا عن صراحة ام زين واتمنى لكل يعني الحريم او الريايل يكافحون المرض العلاج كل شيء اسف انهم بس ان شاء الله الله يرزقهم ان شاء الله علي ابغي اسالك الحين انا كنت اتكلم على التربيه في هذه الايام لان الارقام وحتى الدكتور انت تشوفينهم في العياده الاطفال اللي يجونهم معظمهم يعانون من السمنه معظمهم يعانون من الام في الرقبه في بعض الاطفال للاسف عندهم مشاكل في الاعصاب بسبب
أن الأولياء الأمور يستسهلون مسألة أن أنا ممكن يستسهلون من الخوف من الطفل لحنان الطفل، ما يبغون يعني مثلا بس أنت قاعد تضره بهذا الشكل، قاعد تضره بهذا الشكل ولا ما أذى العيال لازم ينضربون ويتأدبون. لا مو موضوع الضرب، لا أنا لا بس لا الحين إحنا خوفنا على العيال لأن الأمراض قامت تطلع بشكل، وبعد يعني الحمد لله في علاج بس نحن خوفنا. يعني مثلا استمنا نقول يا ماما لا تاكلين هالشيء، وتقول ماما ابي ما يعني خلاص انا اصير اطلب لها. يعني أيوة. مثلا انا اللي اكون الغلطانه بس انا ما ابي اكثر خاطرها اقول أيوة. يا ربي ان يصير لها الشعور او انها تقول انا امي حرمتني عن هالشيء. فياما حتى نحن ياسين ندرس ونحن نهم نعلمهم على الغلط وهم نخاف عليهم. وهذا شيء صح؟ أنا أشوف لنفسي شيء صح، بس أنا أحاول أفهمها قدر المستطاع، أراويها الفيديوهات أقولها شوفي هالبنت من يعني عن طريق السمنة كيف صارت كذا 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 من الأكلات الممنوعة. مروما أي براند من أي أكل من شو يعني مثلا أكون أنا الغلطانة، بس أن هالأكل مش زين يا ماما، هالأكل مش صحي يا ماما، صدقيني لو أنا ما حبت ما بعطيك، بس شو بس ما أحرمها، أحاول أكلمها يقول لك بالكلمة الحلوة تروم تسوي كل شيء، الكلمة الحلوة بس بالكلمة الحلوة. أنت ما شاء الله كم طفل عندك أختي علية؟ ثلاثة. ما شاء الله. بس أنا من الصغر يعني ما شاء الله الحين أنا عمري 30 سنة ولدي عمره 14 سنة. ما شاء الله الله يحفظهم لك ويخليهم. انزين ولكن حتى اتابع البرامج ان الولد كيف يكون يعني مثلا المراهق او البنت يعني لازم نجيبهم باسلوب راقي باسلوب ان نفهمهم لو مره مرتين ثلاث اربع لو ان شاء الله مليون مره مش نحن جايبينهم لازم نحن نتحملهم. انزين مو مشكله يا علي، نحن ان شاء الله منعلق على مداخلتك بعد الفاصل. عاد انا متوتره عاد لا بالعكس ما شاء الله عليك مداخلتك جميله يعني يوم الايام نستضيفك عندنا في الاستوديو بعد مشكورة يا اختي علي. نهارك سعيد يا علي. يلا شكرا جزيلا. طيب نحن ما نطلع فاصل إن شاء الله بعد الفاصل بنتحدث عن موضوع بعد كذلك مهم جدا، بتكون معانا الأخت ميعاد علي مسؤولة التدريب بإدارة الموارد البشرية، بنتكلم عن برنامج طب وعلوم وأيضا منعلق شوية على هذه المداخلة مالت أختنا علي. فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذن أرقام التواصل معنا وتخبركم عنها الدكتورة ندى على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006، وممكن تتواصلون بعد على الإنستغرام لايف. طيب نسيت الأرقام ما شاء الله جالسة طويلة كانت ها زي. عموما تعليق سريع بس على مداخلة الأخت علي قبل الفاصل، كانت تتحدث عن كثير من الأمور، ولكن نحن يهمنا أن الطفل لازم أعزز عنده أنماط الحياة الصحية دكتورة. صحيح. لما يصيح يبغي شيء مو بصحي ما بعطيه، لازم الأولياء الأمور يكونون حازمين. لكن هي طرقة لموضوع الضرب، أنا ضد الضرب تماما، الواحد ما يضرب أي طفل. زين؟ أحيانا تحتاج تدخل بالضرب أحيانا. لا أنا ضد الضرب، يعني في الخلل إذا 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 ولي الأمر يضرب الخلل فيه هو مش في الطفل. شكرا. الطفل لا ليش؟ لأن عقلية الطفل دكتورة عقلية صورية. زين هي. يعني ممكن أنا أقول له بابا روح يجيب لي ماي. زين بيطنشني ليش؟ لأنه ما يسمع، هو مخه في شيء ثاني. لكن إذا أشرت له قلت له بابا تشوف غرشة الماي هناك هذه ييبها، بأشر له بيروح هذه بيقول لك هذه وبيجيب لك اياها. ليش؟ لان عقليه صوريه. فالواحد لازم يفهم عقليه الطفل، انا ممكن اعزز عنده انماط صحيه كثيره زين من خلال فهمي للطفل وكيف اني انا ممكن اوصله. لكن الضرب والهذا لا، انا يعني ما اعتقد ان اسلوب سليم. وشوف محمود، احنا في امهات وايد يقولون والله انا احاول اعزز فيه ولكن الطفل ما يستجيب، ما عليه.
في مرحلة من مراحل الطفل يكون مع أقرانه في المدرسة، يعني في عادات غذائية صعب حين نغيرها عند الطفل، ولكن أنت تتمي تعززين هذا مع الوقت. مع الوقت بتلاحظين التغير الطفيف، ولكن ما نمل. مو مثلا اليوم مثلا ما بياكل شيبس، لو حن شوية بعطيه، لا تمني انت اشرحي لماما ترى هذا مو بزين، عطيه الخيار الثاني. تعبي في التربيه، ما شو نقول بس لا وخلاص. احسن شيء ممكن اعطيه لوح ذكي يقعد وساكت، او اني انا ممكن شو اسمه اضربه. لا، التربيه محتاجه تعب، لازم يعني نتعب شوي. هي لازم تتعب في هذا الموضوع. لو على قولتنا لسانك ما طاح وانت تعيدين الكلام، ما كانك ما ربيتي. كيف يعني؟ يعني شو لا اللفظة هاي ما فهمت شو يعني. الأمهات دائما يقولون يعني لساننا كان يطيح من كثر ما نعيد الكلام على الأطفال، يعني مثلا ماما مو كيف يطيح لسانه، يعني يتعب من كثر مصطلح قديم أمهاتنا دائما الله يحفظهم يقولون. أسمع زين. عموما نحن ننتقل إلى الحديث عن برنامج طب وعلوم، هذا واحد من البرامج القوية والجميلة اللي تتوجه بها هيئة الصحة بدبي إلى المجتمع. شو هو هذا البرنامج؟ شو تفاصيله؟ معانا الأخت الأستاذة ميعاد علي الهاشمي، مسؤولة التدريب بإدارة الموارد البشرية. صبحت الله بالخير. هلا والله صباح. سامحينا نحن عادة اتطرقنا لموضوع ثاني، لكن نعود للموضوع الرئيسي مالنا. يا ليت تعطينا في البداية نبدأ عن برنامج طب وعلوم. إن شاء الله. صباح الخير على جميع المستمعين. طبعا بناء على استراتيجية هيئة الصحة بدبي اللي تعمل على ارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وإعداد الكفاءات المميزة من الأطباء المواطنين، أطلقنا برنامج طب وعلوم في يونيو 2016. يعمل هذا البرنامج على إعداد وتأهيل الطلبة المواطنين ليكونوا الكوادر المستقبلية عندنا في الدولة، بالأخص في التخصصات الطب والطب المساند مثل الأشعة والمختبرات والتغذية وأيضا التمريض. طبعا يهدف هذا البرنامج، أهداف هذا البرنامج اللي هي تلبية توجهات قيادتنا الرشيدة بالاهتمام بالتنمية البشرية المواطنة عندنا في الدولة، أيضا تحفيز خريجي الثانوية العامة الأوائل عندنا في الدولة والمتفوقين بالالتحاق بالمساقات الطبية أو برامج العلوم الصحية، إلى جانب دعم سياسة التوطين. طبعا التعد هي أحد أهم مسارات التطوير الاستراتيجي في الهيئة، وأيضا تعزيز مفهوم الرعاية الصحية والوقائية بما يتناسب مع أعلى معايير العالمية من خلال إعداد كوادر مواطنة ذو كفاءة عالية. صحيح. أختي ميعاد، شو شروط الالتحاق في هالبرنامج وشو تواريخ البرنامج؟ طبعا شروط الالتحاق بالبرنامج يكونون من مواطني الدولة، يكون الطالب لائق صحيا، حسن سيرة وسلوك، طبعا يكون قد تخرج من برنامج الخدمة الوطنية بالنسبة للذكور، أيضا ما تكون ماضية على الشهادة الثانوية العامة أكثر عن سنتين، يكون حاصل على قبول أكاديمي من أحد المؤسسات التعليمية عندنا في الدولة. أيضا تعد الهيئة مقابلة داخلية من قبل لجنة داخلية، يكون يجتاز هاي المقابلة اللي يتم إعدادها عن طريق الهيئة، ويكون حاصل على نسبة بناء على النسب المحددة بناء على اللائحة اللي تم تحديدها، يعني كل تخصص له نسبة معينة حسب القبول أصلا من الجامعة، يعني هي ما تقبل بما يتناسب. وطبعا نحن أخذنا معايير الجامعة وربطناها عندنا في شروط اللائحة والبرنامج. يعني دائما نحن متعودين الطلبة هذيل مال التسعين هم لازم يطلعون يا دكاترة يا مهندسين. صحيح. إنزين، فأظن إن السبب أتقل عن التسعين يمكن أو الثمانين. يعني هو تقريبا اللي خاص في برامج الطب المساند والتغذية يكونوا من 85 وطالع يعني. ممتاز. الجامعات اللي بيدرسون فيها الطلبة هل راح تكون بس في دبي أو في الدولة أو بعد خارج الدولة؟ حاليا البرنامج بس داخل الدولة، يعني أحد الجامعات عندنا في الدولة سواء كان في أي إمارة عندنا، بس تكون عندها طبعا برامج العلوم الصحية. صحيح. ومعتمدة من التعليم العالي. صحيح. طيب كل برنامج له امتيازات. صحيح. زين، يعني الواحد لما بيطلع برنامج أو هذا وين ما نروح سواء كانت الجهات الحكومية كلها يعني بتطلع طلبة يدرسون في امتيازات لهم، شو امتيازاتكم، شو اللي بتعطونهم؟ طبعا أهم ثلاث امتيازات يمكن كل طالب
دائما يعني يسأل عنه اللي هو طبعا المساهمة في تحمل السداد الرسوم الجامعية. أيضا يتم منح الطالب مكافأة شهرية طبعا للطلبة اللي يدرسون الطب يكون المبلغ 6500، أما البرامج الأخرى الطب المساند والتمريض 5000 درهم. أيضا بعد ما يتخرج الطالب يتم تعيينه موظف عندنا في هيئة الصحة ضامن وظيفته يعني. ضامن وظيفته أكيد. ممتاز. وأيضا يتم توفير له تأمين صحي. طبعا بعض الامتيازات الأخرى طبعا يعطونهم بدل كتب دراسية، يعطونهم بدل حاسب آلي، تعطونهم تأمين صحي بعد كذلك. طبعا طبعا. ممتاز ممتاز. يعني هو يعتبر كأنه موظف الهيئة من أول من قبل. وغير تسديد أصلا تكاليف الدراسة عليه، مساهمة في تسديد التكاليف كل التخصص لها لائحة معتمدة مختلفة، لائحة معتمدة في سقف لعملية الدفع. ممتاز جدا. طيب كيف الواحد ممكن يقدم مرة ثانية؟ يكون عن طريق زيارة موقع الهيئة www.dha.gov.ae في خانة خاصة في برامج طب وعلوم، يضغط عليها ويقدر إن شاء الله يقدمها. ممتاز. شو العدد المتوقع أن أنتوا بتقبلونه ضمن طب وعلوم؟ نحن مو بالعدد المتوقع، أنتوا كم حابين تستقبلون؟ نحن حاليا طبعا من 2016 إلينا اليوم وصلنا تقريبا ما يقارب 89 طالب. المستهدف هالسنة ما يقارب 55 طالب إن شاء الله. جميل. في مختلف التخصصات، ولازم يمرون بمراحل المقابلة ويجتازونها، مو بس شهادته يعني كذا، لا لازم يكون شو اسمه. هي عملية القبول أول شيء يستوفي الشروط. طبعا كل الشروط موجودة عندنا على موقع الهيئة، لكن المقابلة اللي تعدها اللجنة من قبل أعضاء مختلفين منهم أطباء وتخصصات مختلفة. هني هاي يمكن اللي هو الحاسم اللي هو صحيح. قبول الطالب. طيب إذن التسجيل فتحتوا باب التسجيل من البارحة وبيستمر لين 19/7. في أرقام أنتوا بعد أعلنتوا عنها اللي هي 04-219-7043. صحيح. وأيضا 04-219-7663. صحيح. هذه الرقمين للتواصل، وفي إيميل كذلك حطيتوا medicalscholarship@dha.gov.ae اللي هو اختصاره msscholarship@dha.gov.ae. إذن اللي هي التخصصات نعيدة مرة ثانية عشان يمكن حد انضم لنا تو على الإذاعة يسمعنا. بتكون في الطب وبرامج الطب المساند مثل الأشعة، التخدير، التغذية وإلى آخره. وكلها بكالوريوس ها؟ كلها بكالوريوس. وعندنا التمريض. بكالوريوس التمريض كذلك. ممتاز. يعني هذه مهنة دكتورة نتمنى نشوف فيها مواطنين ومواطنات. بالضبط. دائما نشجع الشيء في البرنامج. صحيح. يعني ان شاء الله ومستقبلها حلو، يعني مستقبلها حلو والواحد بالضبط. يعني يقدم خدمه جليله. صحيح. طيب شو تبغين تضيفين قبل ما نختم معك اختميعات؟ والله نشجع الطلبه في كل الدوله عندنا ان يقدمون عندنا في هيئه الصحه، لها برنامج طب وعلوم عده من الامتيازات، ومن اهم الامتيازات انه بعد ما يتخرج هذا الطالب يضمن وظيفته عندنا في الهيئه. بالضبط. صحيح. جزاك الله خير. وأيضا نعيد بس أرقام التواصل معاكم مرة ثانية، اللي حاب يسجل في برنامج طب وعلوم وهو من البرامج الرائدة، وما شاء الله حطوا له يعني راتب جميل وامتيازات وايد حلوة، وامتيازات وتأمين صحي وغيره وغيره. اللي حاب يسجل على 04-219-7043 أو 04-219-7663، وممكن المعلومات كلها تحصلون على www.dha.gov.ae في خانة هناك خاصة ببرنامج طب وعلوم، ممكن تتعرفون على التفاصيل. شكرا لك اختي ميعاد علي، مسؤولة التدريب بإدارة موارد بشرية، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. الصيفي متى بيبلشون إن شاء الله عنا؟ إن شاء الله الصيف 22/7. 22/7 وفي برامج قوية مسوي لهم إياها مثل ما متعودين دائما. طيب هني بقرأ بس مسجات سريعة قبل أطلع الفاصل. أيمن يقول هني أبو عبد الله يقول بداية الجنة تحت أقدام الأمهات ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، صراحة أقولها بحزن أن معظم الأمهات للأسف نسي دورها التربوي تجاه أطفالها، وهذه جريمة في حق أطفالها. وحتى أكون منصفا وعادلا أقول أن الأب أيضا يشارك الأم في هذه الجريمة، فكثير من الأباء
أهملوا زوجاتهم وأطفالهم ويظنون أن التربية تقتصر على ملء ثلاجة البيت بالأطعمة ودفع راتب الفئة المساعدة. هني أم هزاع زين المسج مالها يخص شو اسمه البث المباشر. صلي على النبي بس دكتورة، صلي والله صلي على النبي. أراويك أرتب لك المسجات. شكرا، أنا عارف أنك أنت تبغين تساعديني بس تي ما تساعديني شوشين علي. زين يقول أنا معاك أخوي محمود 100% لعدم جدوى الضرب في تربية الطفل التربية الصحيحة. الضرب وسيلة تربوية متخلفة تدل على الجهل بفنون تربية الأطفال. مشكلتنا أننا جاهلون لا نقرأ أي كتاب عن فنون التربية، والجهل أخطر عدو للإنسان. دائما الإنسان عدو ما يجهل يعني، ولكن لا الحمد لله نحن يعني بعد ما نبغي نعمم أو نظلم، لأن في فئات مميزة في المجتمع، أكيد هذه الفئات في وراءها أولياء أمور مميزين. أيضا نحن ما نأخذ إلا المميزين في طب وعلوم، طب علوم، لأن عشان نوصل إلى طبيب قادر على إنقاذ حياة الناس وكذا، وهذا لازم يكون شخص مميز أصلا ومتربي بشكل سليم، لأن هذه مهنة إنسانية. وبعدين نحن نستثمر يعني ما شاء الله الطبيب ليه ما يتخرج، كم سنة درستي انتي؟ 6 سنوات بس دراسة غير سنة امتياز و4 سنوات تخصص عشان تستوين دكتورة. دكتورة شفتي يعني يبان حد يعني يكون قوي. طبعا أنا حتى بغيت أضيف نقطة، والاستمرارية أنه يكمل هذا البرنامج، لأن عندنا طلبة يعني كثيرين يدخلون عقب يسحبون أو حتى يتخرجون وما يمارسون الطب بعد. وحليلة الحين بعد هاي سالفة ثانية، ذكرتيني واحد من الشباب في الجامعة ويانا كان يدرس طب، أول ما دخل معانا التعليم الأساسي كان تخصصه طب وكذا، ما بقول اسمه بعد زين، ولكن من دخل التخصص مال الطب كل ما يابا وجثة يشرحونه غمى عليه. شو يسوي مسكين؟ قالوا له تعال انت ما تصلح للطب. قال والله اذا طلعت ابوي وامي بيزعلون. انزين مسكين اي يعني داخل عشان امه وابوه ما يبى يزعلهم. لا ابوي يزعلون انت ما تنفع. زين دش ما شاء الله هنا مهندس كبير وعنده منصب وعنده كذا ما شاء الله عليه. شوفي يعني عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اهم شيء نفهم عيالنا شو يبون، لا تغصبونهم على شيء، لانه هو بيمارس هاي بتكون حياته في النهايه. انزين عموما نطلع فاصل، بعد الفاصل ان شاء الله ما نتحدث عن الاجهاد الحراري وبعض النصائح الصحيه لهذا الصيف اللي نتمنى انه يكون صحي وسعيد ومنعش ان شاء الله. الله. إنزين فاصل وراجعين. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا على 600551414 والرسائل النصيحة على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. طيب كانوا يسألون عن برنامج طب علوم هل هو للمواطنين، وبرنامج خاص للمواطنين فقط. حد هني ها انزين ما شاء الله عليك دكتورة ندى الملا، 10 سنوات درستي طب، خلاص المفروض انك تتقاعدين الحين. هذا ابو عبد الله كاتب لك قاعدي قول لا اله الا الله ابو عبد الله. هذا ولا شيء، هذا توها في بدايه مشوارها، هذا بدايه الطريق يعني. يقول اشكر هيئه الصحه على حسن استقبالهم وبالابتسامه، وان شاء الله تنتقل العدوى للهيئات الاخرى. نحن وايد نستانس يوم نسمع مثل هذه الرسائل اللي نتمنى ان شاء الله ان كل يعني الحمد لله نحن في دائما قنوات للتواصل في كل الجهات الحكومية. بالضبط. زين كل الجهات الحكومية فيها قنوات للتواصل، واحد ممكن أنه يوصل رسالته لأي جهة بشكل سلس. بالضبط. زين وعندك يأخذون أصلا بالموضوع ويدرسونه وكذا وغيره، ويتم اتخاذ اللازم تجاهه بشكل مباشر. أيضا نحن فتحناكم هذا البرنامج الإذاعي كذلك استقبال أراكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، ونوصلها بشكل سريع للمعنيين ومتخذي القرار كذلك. فالحمد لله يعني معظم الجهات الحكومية، إمارة دبي إمارة مميزة، دوائرها الحكومية مميزة، فإن شاء الله يا رب يعني الكل يكون يعني مبتسم ومرتاح إن شاء الله الحمد لله. طيب الحديث عن الإجهاد الحراري انزين
وبعض النصايح اللي ما نتكلم عنها في الصيف. معانا في الاستوديو أخونا العزيز علي الرحمة، مثقف صحي أول بقطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية. صباحك الله بالخير أخوي علي. صباحك الله بالنور وكل عام وانت بخير. طبعا الوالد يتابعنا الحين عبر الانستغرام ويطرش لك سلام يعني خاص، يقول لك منور ابو مريم. طيب نحن نبغي نعرف اول شيء، في فرق ما بين الانهاك الحراري وضربه الشمس وضربه الحر هذه؟ نعم. شو الفرق بينهم؟ الله يسلمك. الانهاك الحراري هي الحالة ما قبل ضربة الشمس أو ضربة الحر، وعادة تشخص بفقدان كثير من السوائل أو الماء عن طريق التعرق، وفي ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، ومرات الشخص ممكن يحس بالتعب أو مرات حتى تعب شديد يكون يعني. أما ضربة الشمس أو ضربة الحر تكون المرحلة الثانية، يعني إذا شخص ما عالج الإنهاك الحراري أو ما سوى الإسعافات الأولية الخاصة بها ممكن تطور الحالة إلى ضربة الشمس أو ضربة الحر، اللي هي تكون حالة أخطر. وعادة تشخص بارتفاع كثير في درجة الحرارة، توصل صحيح. حتى إلى 39 إلى 41 وما فوق حتى. صحيح. وأيضا يشعر الشخص ممكن يحس بالهلوسة، ممكن حتى إغماء، حتى مرات إلى حالة الوفاة توصل المرحلة. فبالنسبة للفروقات بينهم يعني، فضربة الحر هي أشد يعني. شو الأسباب الإصابة سواء بالإنهاك الحراري أو بضربة الحر أو ضربة الشمس؟ هو صراحة يعني هني بهالمرحلة ننتقل للوقاية من الواحد عشان يوقي نفسه من ضربة الشمس أو ضربة الحر، لازم أول شيء يتجنب تعرض الشمس بشكل مباشر، خاصة أوقات الظهيرة اللي هي ما بين تقريبا الساعة 11 صباحا إلى الساعة 3 أو 4 على حسب وقت الغروب يعني تغيره. وأيضا إذا كان الشخص يتعرض مثلا أثناء عمله بشكل مستمر للشمس، يفضل دائما يكون هو مثل لابس لبس مثلا فضفاض، يكون ألوان الملابس فاتحة ما تكون غامقة، لأن الألوان الفاتحة ما تمتص الحرارة أشعة الشمس مثل الألوان الغامقة مثل الأسود. إذا كانت حرمة لابسة عباية سودة شو تسوي؟ حاول ما تتعرض للشمس يعني أثناء هالفترة على الأقل يعني. أحب عاد يصبون بترول بروحهم. لا مو كل مكان مظلل البترول مظلل. انزين انا باخذ محمد مداخلتي سريعه، تفضل يا محمد. السلام عليكم. يا هلا يا هلا يا سيدي. الحقيقه سمعت البرنامج عندكم دكاتره انهم متخصصين في موضوع المنح الدراسي في هيئه الصحه. نعم. حقيقه انا قدمت لبنتي السنه الماضيه لانها تدرس في طب جامعه الشارقه السنه الاولى. ممتاز. خلصت الفانديشن وخلصت سنه اولى، فقدمت لها على الطلب وكان معدلها 2.8. نعم. فقدمت المقابلة وكل شيء وما لها حظ، فما أدري. زين هي تم نزلت السنة الأولى الفانديشن والسنة الأولى. طيب. فأتوقع أن كان مثل هذه الطالبة تنمخض يعني. أنا أول شيء عملت مثلا يقول سنتين على هيئة الصحة. ممتاز. ما أدري. طيب. السبب بالرغم أن وقفتها سنة واحدة الحين أنا. ليش توقف؟ لأن ما قدرت أدفع. زين محمد انا باخذ رقمك تحت الهواء ان شاء الله بحوله على الاخت ميعاد، ولكن انا بعد لان المقاعد محدوده كذلك لهذا البرنامج. صحيح. وفي مقابله شخصيه ممكن هي تجتازها ما تجتازها، يعني في لها مجموعه معايير. اكيد بنتك مميزه 100% ما دام انها هي دخلت ودرست في هذا المكان، اكيد هي انسانه مميزه، ولكن يعني نحن دائما شو نقول هم يحاولون ان ياخذون افضل المميزين. صحيح. يعني صحيح. كلهم مميزين بشكل مباشر، ولكن مع ذلك انا باخذ الرقم بحاول اتواصل مع الاخت ميعاد ونشوف شو الموضوع، ليش ما اخذوها، هل في امكانيه ياخذونها ضمن الدفعه الجايه ولا كذا، فبنشوف شو هي الشروط وشو هي الاشياء وان شاء الله نتواصل معك. تامرنا بشيء ثاني يا سيدي. شكرا. الله يحفظك يا سيدي. خذي رقم الله يخليك ميره. زين وطرشي لي انا، لا طرشينا على الجماعه هناك في الشكاوى والاقتراحات، طرشي لي يا انا على الخاص، وروحي بتواصل مع الاخت ميعاد وبتشوف الرقم ان شاء الله. ان شاء الله. طيب نرجع لموضوعنا.
الانهاك الحراري وضربة العرق. أخي علي اللي يشتوي في الصيف إنه غير ما نتكلم عن الناس تشتغل تحت الشمس، طبعا الناس تروح مسابح أماكن مفتوحة، شو الاحتياطات اللي لازم ناخذها خصوصا إن معظم المسابح ما تكون يعني ما تكون مغطية، تكون مكشوفة لحماية نفسنا وعيالنا من ضربات الشمس أو الانهاك الحراري؟ أحسنتي. صراحة بتكلم عن الرياضة بشكل عام بعدين بروح بالسباحة بشكل خاص. هو الشيء القاعدة الأساسية إن هالأوقات اللي ذكرتها قبل شوي إن الواحد ما يتعرض لها، شو نذكر بالأوقات اللي هي تقريبا ما بساعة بين الساعة 11 إلى الساعة 3 وممكن يصير 4 على حسب وقت الغروب. فيتامين دال متى نأخذه؟ الصبح الساعة كم يعني؟ الساعة 8-8:30 الحين بعد الفير 5:30 الشمس طالعة، 8-8:30 مناسبة وحدة قريب المغرب بعد زين قبل هذا. فبخصوص الرياضة تكون مثل ما قلنا هالأوقات تحاول تجنبها حتى في ممارسة الرياضة لأنه ممكن تسبب الإنهاك الحرارة. عقب الساعة 4 زين؟ زين تكون الشمس خفت شوي. الفكرة ما تكون عمودية، الشمس العمودية هي الخطرة. ولازم واحد يحط بباله إذا هو مثلا كان يمارس مثلا الرياضة جري نص ساعة في الجيم، ما يتوقع أنه نفس الجودة بيسويها ونفس القوة بيسويها خارج الجيم، لأن طاقة بيبذلها أكثر في الخارج فلي يجهد نفسه أكثر عن لازم، يعني هالشيء وايد ملاحظة مهمة يعني. وأيضا يحاول كثر ما يقدر ما قلنا يحاول مثل يتجنب أوقات الشمس الحارة مثلا حتى في الليل يقدر، يعني ليش بس تبون تروحون وقت النهار يعني صارت على هالشيء يعني، فممكن في الليل يعني. وأيضا في علامات مثل يقدر يشوفها يناقب نفسه فيها، إذا مثلا حس بيها أنه خلاص ابدأ اهتم اشرب أكثر سوائل عشان تتجنب المشكلة. صحيح. على سبيل المثال إذا واحد مثلا كان يمارس الرياضة وحس أنه مثلا في عنده تشنجات في العضلات، نعم، فهي علامة العلامات الأساسية لإنهاك الحرارة، حاول ينتبه مثلا يستريح أو يشرب ماي بعدين يكمل مرة ثانية أو ما يكمل التمرين ماله. نعم. بعدين مثلا تتطور الحالة مثل التعرق الشديد والتعب الشديد، لا هي خلاص مثل الألارم هذا انتبه لها الشيء. نعم. تحاول تجنبه. ومثل ما تفضلت دكتورة أن نفضل الرياضات اللي هي مثلا تكون في الماي مثلا أو أشياء ما تخلق. هني فرح تسأل تقول هل السباحة في الشمس تضر الجسم؟ لا ليش تضر الجسم؟ ما ضر الجسم بالعكس، بس على الوقت هذا اللي انت ذكرته مثلا ممكن، لان هم معظم الناس يروحون في هذا الوقت يعني عشان الساعة 11 لين الساعة 3 يعني هو لا يفضل العصر يعني، لان خاصة مثلا اذا كان وياكم اطفال بيتعبون مثلا في سائر بيشمس هو تانينغها بعد بياخذ لون ثاني صراحة يعني. متى احسن الاوقات الذهاب للبحر؟ يكون فترة العصر يعني وأيضا الصباح لين تقريبا ساعة 9-9:30 يكون، بس يعني مو أكثر من شيء يعني. طيب في بعض الأحواض علي أيضا في عملية اتخاذ إجراءات الأمن والسلام، إذا واحد بيودي بيروحوا المسبح ولا بيودي عيال بعد كذلك المسبح في بعض الإجراءات وكذا، وأيضا في بعض الأمور لازم يسويها وينتبه لها، شو تنصحون الناس هني في المسبح اللي مثلا خاص في المكان؟ فمثلا اولا ما يترك الطفل بروحه يسبح شو ما صار يعني، لان الرقابه حتى لو دقائق ممكن لا سمح الله انه يغرق يعني ويا كثر الاشياء. نعم. والشيء الثاني انه يكون مثلا ما يخلي له فترات طويله يعني، ممكن ان الشخص او الطفل يعني انا دائما اركز على الطفل، انا الكبير ما نخاف عليه وايد كثر الصغير يعني، فترات طويلة مثلا في الماء أو في الشمس بشكل مباشر يعني. صحيح. حتى لو كان العصر يعني لأنه ممكن يتعب، وهذا يعني ممكن يأخذ حتى الوقاية يعني، الحين في ما شاء الله للأطفال في الكاب مال الماء اللي في السباحة اللي يكون كامل عشان ما يكون تحت الشمس فترة طويلة واقي الشمس. نعم. واقي الشمس بالضبط يعني بالضبط. أشياء بسيطة. ممكن الواحد يتعرض وهو يسبح يتعرض لضربة الشمس؟ ممكن إذا لفترات طويلة ممكن، بس هو أقل احتمالية عرضة من اللي برا. شو تأثير ماي المسبح على الشعر؟ كلور بعد كلور. شو تأثيره يعني؟ يجفف الشعر جدا جدا. انزين هني في شغلة وايد مهمة يا جماعة الخير، في شيء يسمونه الجاكوزي. الجاكوزي هذا أي طفل تحت 14 سنة لا تخلونه يدخل الجاكوزي. مفروض ما يدخل محمود. مفروض. أبداً. هم شوفي أحياناً حتى يتضايقون لما. اشرح لهم الناس اللي ما تعرف الجاكوزي يعني الفكرة مالته.
منو ما يعرف جاكوزي؟ كل الناس يعرفون هذا الحوض الصغير اللي فيه شسمه اللي فيه ما يشتغل يطلع يتحرك فيه الماء. هذا ليش ما ينصحون فيه الأطفال ولا ينصحون فيه العيال؟ أول شيء درجة حرارته تكون درجة حرارة أعلى من البركة العادية. واحد بالضبط. اثنين، لا سمح الله لا قدر الله دخلت إيد الولد داخل الفتحة هذه اللي تطلع الفقاعات هذه، إنزين أوري له صغيرة ترى تنحشر عادي. ايه. أوري له بالضبط، يعني لا قدر الله صار هذا شيء يعني بشكل صعب جدا إلا بألطاف رب العالمين ممكن تطلعه بالضبط، ما يغرق أو وهذا الغرق ممكن يسبب له تلف في الدماغ ممكن يؤدي إلى الوفاة. وحركة الماء محمود نفسها الطفل ما يقدر، لأن خصوصا الأطفال ما يعرفون يسبحون ما يقدر يوازن بين نفسه وبين حركة الماء موجودة في الحوض، فممنوع. والجاكوزي دائما عميق، فيا جماعة خلوا في حوض الأطفال أأمن شيء. أبسطها دكتورة أبسطها، يعني لا قدر الله بيطلع في شلل أو في مشكلة يعني بالضبط. لا قدر الله. علي نحن الوقت سرقنا، فنبغي نأخذ منك بس مجموعة نصائح أخيرة على السريع في دقيقة. أوكي، بس أن الواحد ينتبه أن أثناء الصيف يعني لازم تمارس الرياضة، ما يصير تقول أن الحر كثير ما أقدر أنا أمارس، لازم تمارس الرياضة بس تأخذ الاحتياطات اللازمة مثل ما ذكرناها عشان أنت تتم على صحة وسعادة إن شاء الله. إن شاء الله. هني هل دواء الفيتامين دال يكفي عن الذهاب إلى البحر من الصباح؟ نعم نعم. علي إذا يتعرض للشمس بكمية كافية هي يعني على الأقل ربع ساعة ثلاث مرات في الأسبوع يكون أوكي. اللي عنده حساسية جلدية هل البحر يأثر على الجسم؟ أنا سمع أن في بعض الأشياء يفيد ماء البحر يفيد وحتى الرمل لما تمشي بالضبط. عليه حافي بعد يفيد بالضبط يفيد. بس إذا عنده حساسية أحسن يراجع طبيب قبل بالضبط يعني. لازم الطبيب هو اللي يشرح، لأن واحد ما يدري شو اسمه شو هي الحالة بالضبط. عموما وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا اليوم، نحن شاكرين لك أخوي الأستاذ علي منير الرحمة مثقف صحي أول بقطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك ونشوفك إن شاء الله يعني في مقابلات ومناسبات قادمة إن شاء الله. شكرا لك دكتورة ندى الملة. شكرا لكم. شكرا شكرا لك ميرا الغفلي كانت معنا في التنسيق، شكرا للاخت نور نزال كانت معنا في الاعداد، شكرا لك ايمن سرحيل كان معنا في الاخراج، ايضا شكرا لكل المتابعين من آل رحمه اللي كانوا معنا على ما شاء الله الوالد عندك مشجعين يا علي وايدين ما شاء الله دخلوا فجزاهم الله خير، شكرا على المعلومات القيمه ونشوفكم ان شاء الله في الغد. باكر مداومه ولا الحين لازم نسالك؟ الحين قبل كم حلقه بتين ما بتين على الهوى لازم عشان ما تعتذرين. يلا جايه هي ان شاء الله باكر ان شاء الله. بتحطين ورده شو لونها باكر؟ لا بس عندي بنفسجي حاليا. اشتري الوان بعد بالمره بنضيف اللسته. هذا مو ممنوع انت تحطين على البالطو مالك؟ هذا باج هولدر حق بطاقتي مالت الدوام. اوكي عادي. انزين انا بس اسال ممنوع مو ممنوع زين يعني. والله زين يعني استفيد يعني تطمن على نفسك يعني لا استفيد عشان ما ابغيهم يخالفونك يعني زين. شكرا لك دكتوره ندى، هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم في الغد حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحه وسعاده. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.